لدينا أقارب أيتام الأب ولديهم معين يوفر لهم الكاد الأساسيات، هل ابن الأخ يجوز أن يعطيهم زكاة أم لا؟ ابن الأخ يجوز أن يعطي عمه من الزكاة إن كان عمه من أهل الزكاة، إن العمومة ليست من موانع الزكاة، من موانع الزكاة الأصول والفروع، الأبوة أو البنوة. لا تعطي الزكاة لا للآباء وإن علوا ولا للأولاد وإن نزلوا، أما العمومة والخؤولة ونحوها فلا بأس إن كانوا من أهل الزكاة. فالقضية مش قضية أنهم يعني أقارب، بالعكس قد يكون كونهم أقارب يكون أولى، لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. بارك الله فيك ونفع الله بك أيها السائل الكريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.